لازم نتعاون ويا السلطه الرابعه حتى نوصل صوتنا للناس وحتى نثقف العالم، لان هذا زكاه علم تعليمه. انا شغلي هذا علم، مو شغل هوايه او شغل صدفه. جيد. لان انا من بديت بهذا الموضوع ما بديت لاجي الشهره الي، بديت لاجي شهره للبلد. وبالفعل انا هسه هنا عندي مكان صارت ايقونه للعراقيين بالخارج وبالداخل، كثير من الاجانب يجون يمي ياخذون صوره او يتكلموني بخصوص هذا الموضوع. يعني اقول صوره جيده عن العراق العظيم، بعده حي ولا يموت ابدا. طيب أي. بارك الله فيك. احنا بدايه استاذ علي نريد نبني بسوق السراي كسوق. نعم. تمام، يحمل بطياته تاريخ بين جدرانه. نعم نعم. ذكريات. نعم نعم. عهود من الازمان. نعم. نعم. والحكام. نعم. والملوك. هذا السوق شنو يعني العلي من دلاوي اولا؟ والله هذا السوق مو بس يعني إلي، بالنسبة لي هو عندنا أسواق بالعراق أسواق تراثية، بس هذا السوق يختلف عن بقية الأسواق كلها. يعني هذا السوق هو سوق الدولة وسوق الحكومة. نعم. سوق السراي كان يفوت به الملك، كان يفوت به الوزير، كان يفوت الحكومات المتعاقبة، كان يفوت به العالم المؤرخ. صح. المدرس المعلم. هذا السوق ساحة فضل عليه وعلى كل الناس اللي يقعدون به. كثير من الناس من يأخذون محل في أي أسواق من العراق يقول أنا رحت فلان سوق وطورته، بالعكس هذا السوق هو يطور الإنسان. والدليل أنت من تأخذ محل بهذا السوق تدخل التاريخ كأنه أنت محصل على جائزة مجانا. أها. فإيه نعم بالفعل، أنت من تجي بهذا السوق راح يجي عليك كل الناس يلتقون بك، لأن كل الناس عندهم أطفال وكل الناس محتاجين قلم ودفتر ومساحة ومقطاطة. ومن خلال هذا السوق أنا تعرفت على كثير من الناس، على قضاة، على محامين، على مدرسين، على علماء، على مجرمين، على مزورين، كل شرائح العالم تجي لهذا السوق. فإذا هذا السوق بنى لي شخصيتي، خلاني أتعلم شلون أحكي، شلون أطلع بالتلفزيون، شلون أشتهر مجانا. أنا ما أقدر أقول هذا السوق شقد متفضل عليه، لأن الكلمة ما توفي. هذا السوق سوق أثري، وسوق يبقى الشريان الرئيسي اللي يمد بين الكرخ والرصافة. الآن كل الناس من تعبر تروح للتقاعد. صح. تعبر على سوقنا تروح للميدان. وهذا السوق من فضل الله، لا صار بي طائفية ولا انكتل بي واحد ولا احترق بي محل ولا أحد باقي واحد. هذا السوق يعني الله فضل بي، لأن هذا السوق أساس العراق. مربوط وين حكومة العراق القديم، القشلة، التفاصيل، أي شيء ستجي هنا تلقي هذا السوق يصير يعني شلون الحجر الأساس الموضوع. طيب أستاذ علي، اليوم من 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 بين ذكرياتك وخانات ذكرياتك. نعم. تتذكر من من أيام طفولتك بهذا السوق؟ والله أنا طبعاً من زارك مهم. نعم. حياتك. أنا أول ما جيت لهذا السوق اشتغلت حمال. ما شاء الله. أي نعم، أنا أريد أشتغل بحر وأشتغل بشرف. بعد ما اشتغلت أنا تأكيد إيد واحدة عندي ما هو. صحة وعافية. صحة إن شاء الله. اشتغلت مصاحب محل. شاف أمانتي، أعطاني فرصة أكثر، علمني. وصلت للمرحلة صرت عالم بالعمل. زي. صارت فرصة بطلني. مو لأجل الحقد عليه، لأجل يطورني، يريدني أنا أسرب محل. حلو. أنت نمات الإنسان يمر بتجربة سيئة، بس الله حاط بي قدر إلى حسن، وعسى أن تكره شيئا فخير لكم. من بطلني صار عندي شمبر، ما صار عندي شمبر صار عندي توسع أكثر، صار عندي ربح أكثر، صار عندي مال أكثر، صار عندي شجاع أكثر، قمت أجازف وأشتري وأخلي. من خلال هذا الشمبر تعرفت على هواي ناس. قبل شنت بس بالمحل أتعرف على ناس يجون لمحلي، الآن قمت أتعرف على كل الناس. يفوتون منا كل شرائح العالم، يفوتون كل الناس الخيرين، الأدباء، المفكرين، العلماء، المهندسين، الأطباء، كلها تفوت منا. تجي أما تشتري تتبضع أو تشتري كتاب. طيب. يعني سوقنا كان عبارة عن سوق يفتح 14-15 ساعة. مو مثل أساس الساعات، شلون نفتح الصبح عزل الظهر نروح البيت نتغدى نرجع العصر نعزل ويا آخر مصلحة آخر أمانة كانت تطلع من الميدان للرصافي نصعد كلها على البيت. زين، اليوم أيقونة علي المندلاوي اللي أخذت شهرتها. نعم. القلم. نعم. بداية من جتك هذه الفكرة، وهل أنت تأثرت بشيء معين شاهدته؟ نعم. أم هو برمزية معينة؟ نعم، لأن كل يجتمع بسر واحد. طبعا القلم قربني إلى كل الناس، والقلم مذكور بالقرآن، والقلم مقدس. هذين حكيتين كلهن صحيحات. أنا القلم بعته للطالب الابتدائي، وبعته للضابط، وبعته للقاضي. قبل كان الأسواق المركزية اللي موجودة بالعراق بمثابة المول هسه بأوروبا. صح. أو مثابة المول دول الخليج. يعني إحنا عدنا مول بالسبعينات، كانت الدولة استورد كل شيء بها ومدعومة ما نعرفها. أنا كنت أشتري قلم من الأسواق المركزية، سلاية ذهب، قباغة ذهب، كنت أشتري بمبلغ بخس، بس كان هو مبلغ الدولة من يجيب أضعاف هذا المبلغ. اكتشفنا بعد الاحتلال الأمريكي بين هاي الأقلام اللي كان يجيبها الدولة هي أقلام أصلية، وهاي الأقلام ثمنها كلش غالي برا. بس الدولة اللي تثقف المجتمع جابت هاي الأقلام حتى يصير جزء من المجتمع. وبالفعل تلقي المعلم يشيل باركر 21،
القاضي يصير باكر 51 الضابط يصير شيفر والى اخر تفاصيل. جانت قبل الطالب من ينجح الاب يجيب له قلم من لورزدي يجيب له قلم شيفر. كل اباهاتنا واصدقائنا وولدنا الكبار عندهم اقلام باركر شيفر مونت بلانك جيها هاي يعني مو كل قلم قلم لا لا كلها تكتب بس كل واحد يكتب شكل. مشكلة مو بالقلم مشكلة بالإنسان اللي يلزم القلم فعلا. شي يسوي بالقلم شلون يكتب بيه شي يطلع منه خير شر حرب سلم كلمة طيبة ينفذ ما ينفذ. احنا هسه مشكلتنا بالناس اللي يشون الأقلام. الأقلام متوفرة بكل الأحوال حتى كانوا قبل يكتبون بقصبة. ايش تكتب انت شنو معنى كتابتك شي يطلع. القلم بالنسبة لي صار مثل الأكسجين. أنا القلم هسه لحد أنا أشتري وأكدس لحد الآن رغم هاي التجارب الطويلة يعني هسه نقطة ضعف القلم يعني حتى لو ما محتاج اشتري وده اخسر بيه هوايه ماديا بس اربح بيه جيتك اربح بيه ابتسامه العالم. انا كنت نوبات فتحت بالليل لقيت نفسي انا مقصر ويا ناس يجون ياخذون صور على هذا الجدار اطفال شايفيني باليوتيوب شايفيني بالانستغرام شايفيني. القريه العالم صارت قريه صغيره هسه والقلم صارت بالنسبه لي